دايما لما بخلص قراءة الرواية بيكون عندي شعور كده ان انا عايز اتكلم عن الرواية دي، وللأسف ومش عارف ليه لما خلصت الرواية دي ما حسيتش ان انا عندي حاجة عايز اقولها عنها. مش علشان الرواية وحشة خالص، لكن ده احساس جالي كده. فعلشان كده انزل اعمل لايك وسبسكرايب في القناة وفعل تنبيهات عشان تجيلها الحلقات اللي جايه اول باول. وطبعا من العنوان ومن الثاب نيل انت عارف ان انا هتكلم على روايه الباب لماجده سابو. ماجده سابو هي كاتبه وكاتبه للاطفال وكاتبه للسيناريوهات ومترجمه وشاعره مجريه. اتولدت في اكتوبر سنه 1917 وتوفت في نوفمبر سنه 2007. ومن اشهر الاعمال اللي كتبتها كانت هي روايه الباب سنة 1987، الرواية اللي تاخد عن استحقاق وسام أكتر غلاف لرواية معبر بشكل مدهش عن القصة وعن الأحداث وعن الرمزيات وعن البطل وعن كل حاجة تقريبا، ويكاد يكون هو الغلاف المتكامل من وجهة نظري، على الرغم من بساطة تكوينه إنه عبارة بس عن صورة لباب بيت، لكن أوصاف البيت نفسها ووضع البابين والشباك مهم جدا ومطابق للأوصاف أهم بيت موجود في الرواية هنا، لدرجة تخليني أقول إن الغلاف مرسوم مش متصور، غلاف جميل جدا وطبعا يستحق الإشادة. ومن الغلاف كالعادة بنروح على قصة الرواية اللي كالعادة بتكون من غير حرق. قصتنا بتبدأ مع كاتبة عايشة في هنغاريا مع زوجها، بتتنقل لبيت جديد في منطقة جديدة عليها، ونظرا للمشغوليات الكتير اللي عندها في حياتها بتلجأ لمعارفها من بعيد اللي في المنطقة علشان يرشحوا لها خادمة تشتغل عندها في إدارة المنزل. فهنا بتظهر إيمرنس، امرأة عجوز لكنها في نفس الوقت قوية البنية، طويلة مليانة طاقة، وحيويتها بتعبر عن سن غير سنها. ومن هنا بتعرف الكاتبة ان إيمرنس مش اي خادمة، لان إيمرنس عندها مواصفات مش موجودة غير فيها هي وبس. قوتها مش بس في بنيتها الجسدية، لكن في شخصيتها اللي بتقول انها مش خادمة خالص. فيا ترى حياة الكاتبة مع إيمرنس هتكون عاملة ازاي؟ ويا ترى ايه اللي هيحصل؟ ماجدة سابو في الرواية دي استخدمت نفس تكنيك السرد اللي تقريبا بيتم استخدامه في روايات اتكلمنا عنها كتير قبل كده، اللي بيبدأ بالنتيجة واللي من النتيجة دي بتظهر التساؤلات، بيشتعل الفضول وبتبدأ انت تبني احتمالات بناء طبعا على النتيجة اللي انت لسه شايفها. وبعد كده بياخدك التكنيك في اجابات على التساؤلات الكتيرة اللي بقت عندك بتكنيك سرد الحدودة او الحكاية، اللي برضو كان بيتخلله بعض اللمحات عن ماضي بعض الشخصيات جوه الاحداث، او حتى عن طريق كسر السارد في الرواية وهي الكاتبة اللي قلتلك عليها في قصة الرواية، كسرها للحاجز الرابع وتعقيبها على بعض الاحداث داخل الرواية. البعد الرابع لو انت ما فهمتش الكلام اللي انا قلته ده، هو البعد اللي بيحافظ على سياق العمل الفني واللي دايما بيحط الحاجة اللي انت بتقرأها في انها عمل فني، واللي لما بيتكسر سواء من نظرة او من تعقيب من شخصية داخل او خارج العمل الفني بيبقى الغرض منه لفت الانتباه. ودي حاجة كانت بتحصل كتير زي في النظرة دي. في النظرة دي الشخصية بتوجه الكلام للشخص اللي قاعد بيتفرج على الفيلم مثلا، لانه بقى باصص مباشرة للكاميرا وبيوجه خطبة للناس. فبالتالي تكنيك السرد ده ما عنديش معاه اي مشكلة خالص، يمكن حبيته في بعض الاحيان. وبرضو من الحاجات اللي ما كانش معايا اي مشكلة معاها خالص هو بناء الشخصية، اللي طبعا اتبنت معاه الدوافع والرغبات والمحركات اللي موجودة عند كل شخصية. وطبعا انا بكلمك على الشخصيتين الرئيسيتين في الرواية بتاعتنا وهما الكاتبة والخادمة او إيمرنس. ما ينفعش تقول على إيمرنس خادمة، إيمرنس شخصية. التركيز بقى الكبير ده ما كانش حاصل مع بقية الشخصيات المساندة، لدرجة تخليك لو اتقال اسم شخصية مساندة ممكن ما تفتكرش الشخصية دي كانت اساسا شغالة ايه، ولا كان دورها ايه في الاحداث اللي فاتت، ولا هل تم ذكرها قبل كده ولا لا. ويمكن دي حاجة مفهومة، لان احنا بنتكلم في الاساس على علاقة شخصيتين ببعض، الكاتبة اللي هي صاحبة البيت والخادمة اللي عندها واللي هي إيمرنس. فبالتالي انت عندك شخصيتين بيتم التركيز وتسليط الضوء عليهم طول فترة احداث الرواية، واللي حقيقي هتتعلق بيهم جدا جدا. وانا لما بقول بيهم انا بقصد بيها وهي
إيميرنس، الشخصية اللي كانت خارجة عن إطار المألوف. يمكن لو قلنا إن تكنيك السرد كان آمن وغير خارج عن المألوف خالص، وشفناه قبل كده في حاجات كتير، بناء الشخصيات برضو كان يعني آمن وغير خارج عن المألوف في حاجات كتير. إيميرنس بقى كانت الحاجة اللي بتكسر بيها ماجدة سببه المألوف، وطبعا بكل تأكيد بتكسر بيها أي توقع كان عندك للشخصية دي، بعيدة كل البعد عن أي رسمة أنت رسمها في دماغك أو أي صورة نمطية للخادمة. بجد نادرا لما هتلاقي شخصية زي إيميرنس دي في أي عمل فني. شوف كده أي عمل فني في حياتك بيتناول شخصية الخادمة، شوف هو بيتناول الشخصية إزاي. إيميرنس غير كده خالص، وانا اؤكد لك حاجه زي كده، ودي هي الحاجه الوحيده اللي اتفق عليها كل قراء العمل ده، ان كلهم اتعلقوا بإيميرنس بدرجه مش طبيعيه، وما كانش فيه تعلق زي ما قلت لك بالشخصيات الجانبيه، ويمكن دي كانت حاجه من الحاجات المفهومه. لكن كان في عندي ثلاث حاجات مش مفهومين في الروايه دي، وكانت عندي معاهم مشكله طبعا بكل تاكيد، وهما الايقاع بتاع الاحداث والاطار الزمني وواقع الرواية. في أغلب الفصول أنا كنت حاسس إن الإيقاع بطيء قوي، صفحة واتنين وتلاتة وجمل كتير وتفاصيل كتير، على الرغم من إننا في نفس النقطة إحنا ما تحركناش، مع التكرار الواضح في الوصف لدرجة ممكن توصل في بعض الأحيان للإسهاب. هي المواقف دي كانت بتكون محتاجة وصف دقيق، ولكن مش لدرجة الإسهاب في السرد. وعلشان أبين يعني إيه إسهاب في السرد هنا، هو الوصف كان دقيق جدا لكنه كان بيتكرر بنفس التعبيرات والمصطلحات والتكوينات اللغوية بشكل يخليه مش مفهوم بالنسبة لي، لدرجة خلتني في كتير من الأثناء وأنا بقرأ ما أقدرش أداري إحساسي بالملل، وفي بعض الأحيان إحساسي بالإنزعاج. وبالنسبة بقى للجزئين التانيين اللي هو واقع الرواية وإطارها الزمني، دول حاجتين ما تقدرش تفصلهم عن بعض خالص. ففي كتير من الأحيان كنت بتبقى مش فاهم الإطار الزمني اللي أنت ماشي فيه إيه. فمثلا لو تم ذكر حرب، فأنا في أي حرب؟ وأنا في أي سنة أصلا؟ ولو في ثورة، فإحنا في أنهي ثورة؟ لو في حدث مهم بيحصل، فهو بيحصل في أنهي سنة؟ دي حاجة ما كانتش واضحة طبعا في أجزاء كتيرة جدا جدا من الرواية، وأنا ما أقدرش ألوم هنا الكاتبة، لأن اللوم الوحيد اللي ممكن يجي على الجزء ده هي الترجمة لأسماء المطيري. ترجمة ما تقدرش تنكر إن هي آمنة جدا، مظبوطة جدا، لكنها في نفس الوقت كانت خالية تماما من أي إضافة بتضيف طبعا للعمل الفني. كنت هتعلق أكتر بالرواية وهفهم أكتر السياق اللي الرواية كانت ماشية فيه لو كان فيه هوامش وتذييلات بتشرح إحنا في أنهي فترة بالظبط، حاجة تبين لي إحنا بنتكلم على إيه هنا، أي تعقيب أو أي توضيح. لكن مع كل أسف ده ما كانش موجود هنا، فكان لزاما عليا ان انا اكتفي باللي مكتوب واجتهد انا في محاولة لرسم الواقع ده، ودي حاجة بكل تأكيد صعبة على القارئ العربي لان هنجاريا بعيدة عننا وتاريخها طبعا احنا مش قارئينه قوي، وفي نسبة كبيرة مننا طبعا مش مهتمين ان هم يعرفوا تاريخ هنجاريا، فبالتالي كان في حالة من التوهة تسببت فيها الترجمة اللي كانت كويسة لغويا ولكنها كانت ضعيفة فنيا. شوف بقى كل اللي انا قلته لك ده كانت وجهة نظري انا عبد اللطيف. الرواية دي بقى في واحدة مقربة مني قرأتها وكانت شايفة العكس من اللي انا قلته ده تماما. فلو مثلا الرواية خدت معايا انا اسبوع، خدت معاها نص ساعة، شوف هي نسبة وتناسب، يعني الرواية خدت معايا أكتر من أسبوع وحبت الرواية جدا وتعلقت بيها جدا، فدي طبعا طبعا بكل تأكيد حاجة تبين إن القراءة أذواق، في حاجة ممكن تعجبني وفي حاجة ممكن ما تعجبكش. يعني مثلا كان جات لي كومنتس قبل كده على روايات أنا اتكلمت عنها هنا على القناة، قلت إن الرواية حلوة جدا، في ناس قرأتها قالوا إن الرواية وحشة جدا، فده طبيعي وبيحصل. ورواية الباب هتلاقي ليها ريفيوز كتيرة جدا جدا، ناس مديها 5 نجوم وناس مديها 4 نجوم، وفي ناس زي حالتي أنا هنا كده كان في عندهم بعض المشاكل اللي ضيعت عليهم متعة قراءة رواية الباب. ولكن هنا في وقفة صغيرة، أنا هقرأ الرواية تاني ولو تجربتي معاها كانت أحسن في المرة التانية أكيد طبعا هرجع هنا على القناة وأقول لكم إن الرواية بالنسبة لي كانت ممتعة جدا لو ده حصل. فقولي
ايه هي الرواية اللي انت اللي كل الناس كانت بتقول عليها رواية قوية جدا 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 ولكن تجربتك معاها ما كانتش قد كده؟ وقول لي لو انت قرأت رواية الباب ايه رأيك فيها؟ هل تجربتك معاها زي تجربتي انا معاها ولا لا؟ خلينا نتناقش تحت مع بعض في الكومنتس. وبس كده انا خلصت كلامي عن رواية الباب. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير ليها، سيب لي رأيك تحت في الكومنتس، شارك في القناة وتفعل التنبيهات عشان تجيلك الحلقات اللي جاية اول باول. وعلشان عايزين نكبر القناة اكتر واكتر ادعمني على باتريون وفودافون كاش، هتلاقيهم موجودين تحت في الديسكريبشن. وبس كده، سلام عليكم.